لا ده هتعور مين بقول لك؟ تعور منك بلاش. انا بقول لك تعور بس مش انا بقول لك تعور مين؟ خش بس على الله. خش ليفربول يحتفل برقم محمد صلاح القياسي في دوري الأبطال بواسطة الكينج محمد منير. تعرف على تقييم محمد صلاح بعد هدفه في مباراة ليفربول ونابولي. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ليفربول يحتفل برقم محمد صلاح القياسي في دوري الأبطال بواسطة الكينج محمد منير. محمد صلاح قاد المنتخب الوطني وقائد ليفربول الإنجليزية، ثمن أهمية الفوز الذي حققه الريدز 2-0 على نابولي في ختام منافسة دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح هدف فريقه الأول في الدقيقة 85، بينما أضاف زميله نونيز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، واحتاج الحكم لتقنية الفيديو من أجل تأكيد هدف صلاح الذي حقق فريقه الفوز الخامس على التوالي في المسابقة، بيد أنه أنهى المجموعة ثانيا وراء نابولي بفارق المواجهات المباشرة ليتأهل معا إلى ثمن النهائي. وقال صلاح في تصريحات لشبكة بيت سبورت عقب انتهاء اللقاء: إنه شعور جيد أن تفوز على أحد أفضل الفرق في العالم، نحن بحاجة فقط إلى الاستمرار. وأضاف: إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة، نحتاج فقط إلى التركيز في الدوري. في النهاية حصلنا على نتيجة مهمة جدا، لعبنا بشكل جيد ضد فريق صعب. وفقا لما ذكره حساب دوري أبطال أوروبا على تويتر، فقد عدل صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية، والمسجل باسم قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد 41 هدفا، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح هدفا في 5 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري الأبطال. وبواسطة الكينج محمد منير احتفل ليفربول بالرقم القياسي للنجم المصري العالمي محمد صلاح بعد وصول الهدف رقم 41 في دوري أبطال أوروبا على أنغام أغنية الكينج حاضر. وكتب حساب ليفربول الرسمية: نندي يقول حاضر، صلاح الحبيب الحاضر، الملك هو لاعب المباراة عن جدارة واستحقاق. تعرف على تقييم محمد صلاح بعد هدفه في مباراة ليفربول ونابولي. حصل محمد صلاح نجم الفريق ليفربول على تقييم مرتفع بعد هدفه في مباراة الثلاثاء أمام نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، واستضاف ملعب أنفيلد مباراة الفريقين في الجولة 6 من دوري مجموعات البطولة، حيث فاز ليفربول بهدفين دون رد. على الرغم من هدف محمد صلاح المهم في المباراة، لكنه لم يقدم أداء جيدا على المعتاد. أخيرا فان دايك يدافع عن محمد صلاح ويعترف هو أفضل لاعب في العالم. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قائمة أفضل 10 لاعبين في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي قبل جولة الحسم التي ستنطلق في 10 مساء الثلاثاء بعدد من المباريات للمجموعات الأربعة الأولى في المسابقة القارية، والتي تواجد فيها الدوري المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منافسا قويا على صدارة الترتيب. ويتواجد محمد صلاح في المركز الثالث بقائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بواقع 182 نقطة خلف ثنائي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي المتصدر وليونيل ميسي الوصيف. ويقدم صلاح محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزية هو أكثر لاعب كرة قدم في العالم سمي على اسمه أطفال بواقع 1,200,000 طفل حول العالم. وتابع أن محمد صلاح هو معشوق جماهير ليفربول وجماهير كرة القدم العالمية بشكل خاص، وفي بلاده يحظى بشعبية كبيرة ظهرت في تسمية الأطفال على اسمه. ووصل التقرير أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 463,228 طفلا تم تسميتهم على اسمه، بينما جاء في المركز الثالث اسم سيلفا بواقع 84,200 شخص، حيث يعتبر اسم سيلفا من الأسماء المنتشرة في كرة القدم الأوروبية مثل تياغو سيلفا مدافع البرازيل وتشيلسي الإنجليزية.
برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والبرتغال. الاسم الرابع فكان مفاجأة وهو الصاعد روبن دياز نجم دفاعات مانشستر سيتي ب 59962 طفلا، ثم ساديو ماني نجم بايرن ميونخ وأسطورة السنغال ب 54537 طفلا، بينما أسطورتي الكرة الأرجنتيني ميسي والراحل مارادونا جاء في المركزين 21 و23 بتلك القائمة. تمنى رحيله لماذا يخشى أسطورة ليفربول وصول محمد صلاح للهدف رقم 129؟ لا يتوقف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزية عن تدمير الأرقام القياسية وتحقيق إنجاز تلو الآخر في مختلف البطولات المحلية والقارية، وبات محمد صلاح على بعد 7 أهداف فقط للانفراد بصدارة هداف ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي لبريمير ليج على مر التاريخ، بعد تسجيل النجم المصري هدفا في خسارة ريدز أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة 14. ماذا قال روبي فاولر عن اقتراب صلاح من تحطيم إنجازه الأسطوري؟ قال روبي فاولر أسطورة ليفربول في تصريحات صحفية مؤخرا: كنت المشجع الوحيد الذي تمنى رحيل محمد صلاح ليفربول في الصيف الماضي، وأضاف: بالطبع أمزح، محمد صلاح لاعب رائع وحتما سيحطم أرقام قياسية، لكن أنا سعيد بما حققه مع ريدز، سيأتي لاعب لتحطيم أرقامي في المستقبل القريب وسأضطر لتقبل هذا الأمر. أما عن ترتيب هداف ليفربول في البريمير ليج على مر التاريخ: روبي فاولر 128 هدفا، محمد صلاح 122 هدفا. حلمه الأكبر في المقدمة 3 عوامل تقرب محمد صلاح من مغادرة ليفربول. واصل فريق ليفربول مسلسل التراجع الكبير هذا الموسم بعدما تلقى هزيمة جديدة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليدز يونايتد، وسقط الريدز بشكل درامي أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف أمس السبت في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من البريمير ليج. ليفربول أصبح في المركز 9 ليواصل البداية الأسوأ له منذ سنوات وسط العديد من علامات الاستفهام والانتقادات من قبل الجماهير. 3 عوامل تهدد استمرار محمد صلاح في ليفربول، وفي التقرير نستعرض لكم الآن 3 عوامل تجعل نجمنا المصري محمد صلاح يفكر في مغادرة ليفربول في صيف عام 2023 في ظل تراجع أداء الفريق ونتائجه. يتمسك محمد صلاح بحلم الفوز بالكرة الذهبية رغم محاولاته العديدة السابقة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.